امبارح الحقيقة يعني أصدقاء كثيرون على الفيسبوك بعتوا لنا بيكلمونا عن حالة اللاعب موري بانجورا، لاعب بيلا السكر، لاعب بيلا إن هو تعرض لإصابة بالسكر وبالسرطان، وإن حالته صعبة جدا، وإن هو حتى ظروفه المادية صعبة قوي. فاحنا معانا على التليفون بالتواصل مع دي طبعا بعض الصور ليه، لان عده اصابات في وقت واحد ربما بحسب ما علمنا كمان قد تمنعه من المشاركه كلاعب كره من جديد، لكن دلوقتي الاهم من انه يلعب كره او لا هو حالته الصحيه. فاحنا معانا على التليفون وكيله اللاعب الغيني موري بانجورا، الكابتن سماح حمزه. كابتن سماح اهلا بيكي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا منوره وسهلا، الدنيا يا فندم. الله يعز حضرتك. عايز اطمن لانه يعني الوضع ايه بحسب ما عرفت، ان هو النهارده اجرى جراحه او في العنايه المركزه. فعلا مولي النهارده كان في كونسولتو من الاطباء تابعوا الحاله بتاعته النهارده، واخر تقرير وصلت له المستشفى ان هو عنده الفطر الاسود، ودخل العنايه المركزه وعمل اشعه مقطعيه، وهو المفروض ان هو داخل عمليات. ايه اللي حاصل؟ يعني ده صدفة ولا في اي مشكلة ادت الى الاصابات المتلاحقة بدأت ازاي القصة يعني؟ هو القصة ببساطة، هو موري بقاله فترة طويلة في مصر، أكتر من 6 سنين، لعب ممتاز بيه كتير، لعب بنية سمنود ولعب كفر الشيخ، وبعدين راح بيلا إعارة، وبعدين لعب مع نادي بيلا، فبيلا نزل الدرجة الثالثة، الأمور المادية اتغيرت. هو احنا ما انا ما افتكرتش لا انا ولا النادي ان الامور هتوصل لكده، يعني الامور وصلت ان هو بدا يخس. احنا انا مش عارفه ليه، انا قلت ممكن يكون حاله نفسيه، فاكتشفت من حوالي فتره كده مش طويله ان المدام كلمتني وقالت لي موري تعبان. طيب ايه اللي حصل؟ تم نقله المستشفى بتاعه مصر والسودان، قعد فيها كام يوم، شخصوا ان هو كانسر، ويتم استئصال جزء من البنكرياس، وان هو عنده سكر، والولد قعد في المستشفى كام يوم وخدوا منهم مبلغ 13,000 جنيه. فبما ان البنت هم اللي دفعوا، بما ان البنت مش عارفه، هي زوجته عندها 22 سنه، فكلمتني لا الحقينا. فقلت لها طيب انتوا فين دلوقتي؟ قالت لي احنا رحنا مستشفى المطريه. رحت شفت شخص تاني خالص غير انا اعرفه من فتره قريبه جدا. الحالة العين اليسرى ما بتفتحش، نزيف أسود من مناخيره، كان متشال على الظهر ما بيقفش على رجله، ووقف ما بيمشيش. بدأنا للدكتور كشف، وقال لا لازم يتحول دلوقتي حالا على المخ والأعصاب. ايوه كشف عليه دكتور مخ والأعصاب، قال لا ده حولنا على القسم الأورام، حولنا على قسم الأورام. وبعد كده بعد قسم الأورام فضل قاعد فيه امبارح، النهارده رحت لقيت الحالة أسوأ من امبارح. احنا امبارح عرفنا ان هو عنده سكر بالتحليل التراكمي، النهارده قالوا ان هو كان فترة طويلة جدا في السكر لحد ما الجزء بدأ ان هو عنده الفطر الأسود. هو كان أصيب بالكورونا في وقت سابق؟ الدكتور النهارده لما اتكلمت معاه صراحة انا ورئيس النادي، قال لي ان هو طب الفطر ده جاله منين؟ هل ده معدي؟ طب ايه اللي جرى؟ قال ان الحالة ان هو عنده السكر، والسكر عالي جدا، فبدأ ان هو النهارده كان 460، امبارح كان 300 وكسور، فقال ان هو السكر عمل فيه كده، ان هو بدأ ان الفطر يتملك من الجيوب الأنفية والزور بتاعه. ووصلنا الحالة النهاردة ان هو ما كانش عارفنا، يعني النهاردة ما كانش عارفني ولا عارف زوجته. مشيت وهو الدكتور قال ان هو لازم يدخل الرعاية دلوقتي ولازم يعمل عملية النهاردة. طيب، وبالنسبة للحالة المادية، هل حصل يعني ازاي تم جمع الأموال، او هل حصل مساعدات، او هل حصل تدخل من والله اي جهات؟ انا اول حد لجأت له كابتن سماح عمار، هي صديقتي، فانا اول حد اتكلمت معاها هي، وبعد كده هي كلمت اكتر من حد تواصل معايا. انا طبعا انا اللي هم تواصلوا معايا وبعتوا لي مبالغ ماديه، الاستاذ حماده الضو ده رجل اعمال في نادي بنها، بعت لي 10,000 جنيه، وعضو مجلس الشعب سامي التلاوي
كلمني حد من عنده شبين الكوم، بعت لي 500 جنيه. الأستاذ جمال الصرف اللي هو رئيس النادي ادى زوجته 5000 جنيه. دلوقتي أنا عرفت إن أحمد محمد رمضان اللي هو حلل اللي كان موجود معايا امبارح وعمل أداء يعني يحسب له جدا، إن هو كان واقف معايا من الصبح هو وأحمد مصطفى ابني، ايوه وقفوا معايا من الصبح ما سابوش اللاعب. والحمد لله كل اللي عرف يعمل حاجة امبارح يعني احنا كنا بنصارع كلنا الوقت. بعت لها النهاردة، راح لها المستشفى وبعت 2000 جنيه للاعب اداهم لزوجته، انما اللي وصلني انا في ايدي 15000 جنيه، دول في حساب اللاعب عشان نشوف المستشفى. هو في القسم، هو دلوقتي هو في القسم الخاص. كل المصاريف على حسابنا، انا دخلته ببطاقتي الشخصية ايوه لانه هو كان رافضين ان هو يدخل المستشفى لانه مش مصري لانه ملوش تأمين. كلمت كابتن مجدي عبد الغني، تواصلت معاه ايوه فقال لي ان هو هيخلي حد يكلمني، وتواصل معايا وقال لي بعت لنا الورق والفواتير. بس طبعا احنا دلوقتي في حاله ان زوجته مش في حاله انها تسمح تروح تودي فواتير. هنشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيتم فيها. المستشفى كل حاجه على حسابنا، حتى العلاج احنا اللي بنجيبه. موضوع شكله كبير، شكله مطول شويه. فانا بناشد وزير الشباب، نشوف نكلم وزارة الصحة ان اللاعب دوت هو خلاص مش هيلعب كورة تاني، فايه مصيره؟ حتى على الاقل ان احنا نحاول نتكاتف مع بعض ان أي احنا نقعده في المستشفى يكون فيها الرعاية افضل، مفهوم او طبعا ان طبعا. مع حضرتك اتفضل. طبعا يعني صحته هي الفكرة، مش دلوقتي مش كورة قد ما هي صحته، لا 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 لا، ان هو احنا نحافظ على صحته وانه يستفيق بإذن الله. يا رب يا يا رب رب. يا رب. طيب انا بشكرك جدا ونورتينا، وان شاء الله يعني يقوم بألف سلامة، وخالص دعمنا ليكي ولأسرته ولزوجته في انه يقوم بألف سلامة ان شاء الله. انا عارف الحقيقة انه يعني حالات الإصابات والشكاوى الصحية من عند عدد كبير من اللاعبين تحديدا في الدرجات الأدنى اللي ما عندهمش نفس الرعاية الصحية كتيرة، لكن وعارف إنه بيكون مجهود وإنه بيكون كم كبير من الشكاوى بتوصل أو طلبات علاج بتوصل للوزارة، لكن في الآخر قد تكون جزء من مسؤوليات الوزارة. فبنتمنى إن يبقى في تدخل للوزارة من الوزارة في مثل هذه الحالات، وربنا يعني يقدر كل الناس إن هي تعمل الخير بإذن الله، وربنا يقومه بألف سلامة.